عشان نعمل سلطة التونة. عندنا تونة، وإحنا طبعا اللي حابب يعمل التونة في البيت يرجع لليوتيوب. عندنا فلفل ألوان مفروم، بصل أحمر مفروم، خيار مفروم. الناس اللي مش بتحب الخيار مع التونة تقدر تشيله. فلفل أحمر مشوي، جبنا الفلفل وغسلناه، حطينا عليه زيت زيتون وملح وفلفل وتوم، وحطيناه في الفرن. بعد ما اسود طلعناه وقفلناه في كيس وهو سخن، وبعد كده قشرناه وشلنا القلب والبذر بتاعه وقطعناه شرايح. عندنا كيبرز اللي هي الحبوب الخضراء المخللة، تكون موجودة في السوبر ماركت، لو مش موجودة هنحط بدلها خيار مخلل مفروم. ورق من البقدونس. بعد كده عندنا للدريسنج عصير ليمون، مستردة، زيت زيتون، توم بودرة وملح وبهارات إيطالي. وإحنا عملنا البهارات الإيطالي مع بعض في البرنامج لأن كنا اتسألنا عليها كتير، فبرضو اللي حابب يرجع لها يقدر يرجع لها بمنتهى السهولة. طيب أي سلطة إحنا بنعملها متعودين إن أنا بحط هنا أول حاجة الدريسنج، أحط الزيت، أحط عصير الليمون، البهارات الإيطالي، التوم، البودرة، ممكن طبعا يكون توم فريش مفروم مفيش مشكلة، المستردة، الملح، مبكترش قوي الملح في التونة علشان التونة أصلا بتبقى مالحة، الفلفل الأسود. وبعدين أول حاجة بنزلها بعد ما أقلب ده كويس قوي البصل. ليه؟ عايزة أخد من البصل اللون والريحة والمية والطعم جوه الدريسنج. أنزل، أقلب، أقفل البولة ربع ساعة، وبعدين أرجع لها تاني أبتدي أكمل. التونة، التونة دايما لو هتشتروها تشتروها قطعة، ما تشتروهاش أبدا مفتتة، جودة بتكون أقل كتير. الفلفل الألوان، كل نوع فلفل هو درجة من نضج الفلفل بفوائد مختلفة، فكل ما تزودوا الألوان في السلطة وكل ما السلطة تكون بألوان قوس قزح كل ما كان الفايدة جواها أعلى. وآدي الفلفل المشوي وشوية البقدونس.